وللإطلاع على مزيد من تفاصيل انتخابات الدورة 29 لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، معنا من مركز عيسى الثقافي مراسلة تلفزيون البحرين ريم سيف. ريم، إذا سمحتي ضعينا في صورة المشهد الانتخابي هناك. مرحبا بك سمر. طبعا سمر، منذ الساعات الأولى منذ صباح هذا اليوم وحتى الآن ما زال هنالك إقبال شديد من مختلف التجار للإدلاء بأصواتهم 72 مترشحا ل 18 مقعدا في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين. طبعا وتمتاز انتخابات هذا العام بأنها الأشد منافسة نظرا لزيادة عدد الأعضاء بعد سن القانون الذي يلزم معظم الشركات ومعظم المؤسسات بعضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين. وللحديث أكثر حول المشهد الانتخابي لهذا اليوم ونسب التسجيل والإدلاء بالأصوات لهذه الانتخابات، معنا المحامي فريد غازي عضو لجنة الانتخابات. مرحبا بك أستاذ، ولو تعطينا نبذة عن المشهد الانتخابي لهذا اليوم. مساء الخير. طبعا المشهد الانتخابي اليوم منذ الصباح الباكر، يعني متواجدين من 6:30 الصبح. انتخابات بدأت الساعة 8:00، وقبل بدء الانتخابات رسميا والأعداد موجودة، الناخبين يستعدون إلى الإدلاء بصوتهم، بالإضافة إلى الحملات الانتخابية، حملات كبيرة وضخمة جدا ما أراه هذا العام وهذه الانتخابات. وأستطيع أن أجزم بأن هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها لغرفة وتجارة صناعة البحرين، من حيث الضخامة والأعداد الكبيرة جدا جدا، تنافس مراكز انتخابية على المقعد النيابي، فما بالك بمجلس إدارة غرفة وصناعة البحرين. حقيقة شهدنا ضغط كبير جدا، أستطيع أن أقول من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 4:45، وبعد ذلك خف عدد الناخبين ولكن ارتفع بعد صلاة المغرب، وإلى الآن مستمر الأعداد تستمر. الآن باقي من الوقت أقل من ساعتين، وأستطيع أن أقول بأن العملية الانتخابية ماضية، والآن عدد الأعضاء اللي صوتوا أعتقد تجاوزوا إلى الآن حوالي 7000 عضو، إنما في الأصوات، لأن كل سجل له عدد من الأصوات، فأنا أتوقع أن تجاوزنا الأصوات 16,000 إلى 17,000 إلى الآن الساعة 8:10. عدد الإقبال كبير، نسبة المشاركة تجاوزت الضعفين عن مشاركة الانتخابات الماضية. فتصوري أنت لما الانتخابات الماضية حوالي 1500 تقريبا عضوية عدد اللي صوتوا في هذه العضويات، الآن تجاوزنا 7000، لأن طبعا حق الأخت والأخ المشاهد الكريم بأن كل سجل في عدد من المصوتين، فبالتالي يرتفع عدد الأصوات في السجل الواحد، ممكن نوصل إلى 16 و17 ألف صوت، وإنما فيزيكلي يعني الحضور أعتقد بأنه تجاوز 7000 إلى الآن. شكرا لك أستاذ على هذه التغطية. طبعا كل تمنياتنا بالحظ والتوفيق لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين لهذا العام. والآن نعود لاستديو مركز الأخبار مع الزميلة سمر الأبيوكي. شكرا جزيلا ريم سيف، كنت معي من مركز عيسى الثقافي، شكرا جزيلا لك.